لكي نتعرف على جلوبال أسحيمي لابد من العودة إلى عام 1921 ميلادية، عندما بدأت تجارة الشيخ عبد الرحمن أسحيمي عبر محل صغير في سوق الصفات المعروف بسوق الطيارة بمدينة الجبيل. وبتوفيق من الله ظهرت أولى معالم النمو والتنوع وحسن الإدارة عندما توسعت تجارته فافتتح فرعا لها في البحرين وأسند إدارته إلى أخيه محمد أسحيمي. واستمر هذا النجاح والنمو بانتظار الفرص الأوسع والأهم، فكان تأسيس شركة مختلطة في عام 1976 تحت اسم جلوبال أسحيمي. ما لبثت مجموعة أسحيمي أن تمكنت من الاستحواذ على كامل أسهم هذه الشركة عام 1989 وحولتها إلى شركة سعودية 100%، لتنسجم مع الرؤية التنظيمية للمجموعة ولرفع حوكمة أساليبها الإدارية الداخلية، أسوة بشركات المجموعة الشقيقة والتشجيع الحكومي الكبير لمثل هذا التوجه. واستمراراً لنجاح وكفاءة الإدارة والعاملين وتوسع الطلب على خدماتها، أقدمت الشركة عام 1999 على مضاعفة مواردها البشرية إلى 3 أضعاف وإعادة هيكلتها بما يضمن تنفيذ التزامها الدائم لعملائها في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات، وضمن التزام صارم بدقة مواعيد المشاريع أيضاً. لهذا نجحنا خلال 3 عقود من عملنا في الوصول والمحافظة على المركز الذي طمحنا إليه باعتمادنا على جودة وتنوع خدماتنا ومنتجاتنا ودقة عملنا ومواعيدنا. ونجحنا في تحقيق استراتيجيتنا من خلال الانتشار الواسع لفروعنا وشركاتنا محلياً ودولياً التي تدار من المقر الرئيسي في الدمام، وتتوزع هذه الفروع في كل من جدة، الجبيل، ينبع، الرياض، أبوظبي، الفجيرة والبحرين. هذا إضافة إلى 3 شركات في تشيناي وتريتشي في ولاية تاميل نادو وولاية غوجرات الهنديتين. وهذه الشركات هي Global Sahimi India و Global Sahimi Builders و Green Safety Systems، فيما تغطي شركة Global Sahimi الخليج كل من أبوظبي، الفجيرة والبحرين. من جهة أخرى، ولإيماننا في Global Sahimi بأهمية العمل المحترف والمتخصص، قمنا ببناء شراكات متينة مع شركات ومؤسسات معروفة محلياً وعالمياً مثل الجارنت العربية وGlobal IWI العربية، Global Petroleum Consulting Engineers وNES Global العربية وAGWR العربية ونيوكوت العربية. نحن ننظر بكامل الرضا إلى تاريخ المجموعة الذي نما عليه حاضرنا اليوم، فكانت مبادرات المؤسسين إرثاً يعرض خبرات قيمة وماض عريق نفخر به. تمتاز جلوبال أسحيمي بكونها شركة رائدة معروفة محلياً وعالمياً بالجودة العالية وبالفوز برضا العملاء وبدقة وكثافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. لقد تمكنت الشركة من الحصول على تقييم عالمي لنظام الجودة الذي تبنته منذ العام 1978 ميلادية لنظام إدارة الجودة بمعايير الآيزو 9001-2000 التي حازت عليها في عام 1996 ميلادي، ومن ثم رفعت مستوى أدائها لمعايير آيزو 9001-2008 بتطبيق أنظمة تطوير الجودة المستمرة. وبهذا تفوقنا على توقعات عملائنا من حيث فعالية الخدمة ومعدلات التكلفة. تسعى الآن شركة جلوبال أسحيمي إلى المحافظة على بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيها وعملائها في جميع مواقع مشاريعها، لرفع مستوى إدارة الجودة لديها إلى الآيزو 14000 في المستقبل القريب. ويقوم فريق تطوير الأعمال المكون من كبار الاستشاريين بمختلف التخصصات الأكاديمية ذوي الخبرة الواسعة في القطاع الصناعي وقطاع التشغيل بدراسة وبحث فرص العمل والتطوير في عدد من القطاعات المتخصصة التي تتضمن معالجة المياه والبيئة والتعدين وأنظمة التحكم الكهربائية ومواد وتكنولوجيا البناء وتوفير الحماية من الصدأ.
باعتبار أن قطاعي الصناعة والإنشاءات في الاقتصادات الناهضة والمتطورة بمثابة الركيزتان الرئيستان، وتشكلان معاً المحرك الفعال لهذه الاقتصادات، كما تشكلان القيمة الأهم في الأصول الثابتة للمجتمعات، مما يفرض حماية وصيانة المنشآت الصناعية بأفضل الطرق والوسائل العلمية، وكذلك تطوير تكنولوجيا وكفاءة الإنشاءات. لهذا تخصصنا في توفير مجموعة من الخدمات لتشمل صيانة وحماية المنشآت الصناعية، تخطيط الطرق والمطارات، حلول الأمن والسلامة، الإنشاءات المدنية والميكانيكية. تعتبر جلوبلس حيمي في طليعة الشركات بمنطقة الخليج في مجال الصيانة والحماية ضد الصدأ، متخصصة في حماية الهياكل الخرسانية في واحدة من أقصى البيئات المناخية في العالم، وكمقاولين متخصصين في مجال إعداد الأسطح ودهانات الحماية، فإننا نقدم خدماتنا لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والطاقة والاتصالات، ونحن بهذا نحمي أصول عملائنا وممتلكاتهم من الصدأ أو التآكل والحريق وكل ما من شأنه تقليل العمر الإنتاجي لتلك المنشآت باهظة الثمن. وتشمل أنشطة العمل الكشط بالصنفرة ودهانات الحماية، إصلاح وتأهيل الخرسانة، التبطين بالمواد الكيماوية، التبطين بالألياف الزجاجية فايبر جلاس، التبطين بالمطاط، الطلاءات المغمورة، إزالة الوحل والرواسب النفطية، ونظافة الخزانات والحماية ضد الحرائق، الحماية الكاثودية. كذلك تنشط جلوبلس حيمي في مجال المقاولات العامة، مع التركيز بصفة خاصة على الإنشاءات المدنية والميكانيكية وأعمال البناء التي تغطي المنشآت الصناعية، المباني التجارية، صهاريج التخزين، الدهانات التجميلية، والتشطيبات النهائية، من بين خدمات أخرى. لتخطيط الطرق بوسائل حديثة ومتقدمة وبكفاءة تتلائم مع قناعاتنا وخبراتنا في مناطق المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، تعتمد الشركة استخدام معدات متخصصة ودهانات البلاستيك الحرارية ذات الجودة العالية. وتشتمل هذه الخدمة تخطيط الطرق والمطارات، تخطيط الساحات، خطوط حواف، أسهم توجيهية، خطوط عبور المشاة، وخطوط المواقف، توريد وتركيب العلامات العاكسة، معدات طلاء الطرق وغيرها. كرست جلوبلس حيمي أكثر من 35 عاماً من طاقاتها في تأمين حاجة عملائها في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة من الحلول الفريدة والمتقدمة والمتعددة. لذا تضمنت نشاطاتها المنتجات والخدمات التي تخدم مجال الأمن والسلامة، هندسة التصميم والتطوير، الكاميرات الذكية وتقنيات الاستشعار، نظام أمن الفيديو الرقمي، أنظمة الكشف عن الأسلحة، نظام التحكم بالإشارات المرورية وغيرها. نصب جل اهتمامنا لكسب رضا العميل، لذا فهو دائماً في مقدمة أولوياتنا، وذلك بتقديم منتجات ذات جودة عالية باستخدام أحدث التكنولوجيا والمعدات والمواد. وتقوم جلوبلس حيمي بتصدير الحديد الخام والبوكسيت وغيرها من السلع إلى الشرق الأقصى وبلدان الشرق الأوسط، بينما تستورد الأنابيب والألياف الزجاجية الفايبر جلاس والصمامات والوصلات والعديد من المنتجات الأخرى من جميع أنحاء العالم. لمواكبة نمو أعمالنا وارتفاع سقف مستوى المهارات والكفاءات المطلوبة، كرسنا لدى الموظفين والعاملين في جلوبلس حيمي مفهوم الحاجة المستمرة لاستيعاب وتبني الجديد، وكذلك حماية واحترام القديم وما توالت من خبرات على مر السنين. من هذا المنظور، دأبت جلوبلس حيمي على تدريب الموظفين والعاملين باستمرار في مجال الدهانات، الحماية ضد الصدأ، الحماية الكاثودية، العزل الحراري، والعديد من الخدمات الصناعية الأخرى. ولهذه الغاية قامت الشركة بالتعاون مع المنظمتين المشهورتين عالمياً نيس و ASM،
وذلك كإشارة واضحة لجدية الشركة في الحصول على التدريب من أفضل المصادر، حيث أن نئيس العالمية هي المنظمة الرائدة في مجال الهندسة والحماية ضد الصدأ بشهادة المؤسسات والمجتمعات العلمية. كذلك تعتبر منظمة ASM جمعية بحثية للهندسة وتقنيات المواد، تضم تحت لوائها مهندسين وعلماء متخصصين، حيث ينظر لها كمرجع شامل لتقنية المواد يشجع على تبادل المعلومات ونشر المعرفة، مما يتيح التبادل الإيجابي للأبحاث والمعلومات. تماشياً مع احتياجات شركائنا وعملائنا ورغبتنا في تقديم إضافة حقيقية ودعم فني فعال للقطاع الصناعي، نقدم لعملائنا منتجاتنا الصناعية عالية الجودة والتي أنتجت بأساليب التصنيع المتميز لتحوز على ثقته. وتشمل المنتجات التي نقوم بتصنيعها منتجات العزل، الكشط بالصنفرة، ومستلزمات تخطيط الطرق وملحقاتها، ومنتجات البوليوريا المتعددة، بالإضافة إلى منتجات أخرى. نظراً لتنوع أنشطتنا وتغطيتها لمناطق نائية لخدمة قطاعات متعددة في مدن ودول مختلفة، لجأت جلوبلس حيمي إلى إنشاء قسم خاص بخدمات الطيران لتأمين مواصلات سريعة ومرنة لمدرائها في مناطق جغرافية متباعدة. وهدفنا من هذا تحسين مستوى وجودة الاتصالات والسرعة بتنفيذ المشاريع بدقة تلبي وتتجاوز ما يتوقعه عملاؤنا. بالرغم مما تم إنجازه فلا نعتبر ذلك نهاية المطاف، بل هي بداية جديدة لإنجازات أخرى أكبر وأهم. يتطلع المدراء التنفيذيون في جلوبلس حيمي إلى تحويلها من مجموعة ناجحة لشركات خاصة إلى مجموعة شركات مساهمة عامة، رغبة منهم في تعميم الفائدة وفتح مجالات فرص فريدة لتوسيع قاعدة الشركاء المستقبليين في النجاح. كان ولا زال هدف المؤسسين الأوائل الرئيس هو أن يكون لديكم شريك في العمل موثوق بخبرته وكفاءته وملبياً لتوقعاتكم فيما تحتاجونه لحماية منشآتكم، ويقدم حلولاً خلاقة وبتكلفة منافسة وعوائد مربحة لسنوات مديدة قادمة. وهذا ما سيحافظ عليه أجيال المؤسسين الآن وفي المستقبل بإذن الله.